الرئيس سيسي ونظيره الصيني يبحثان غدا في قمة رئاسية ببكين عددا من القضايا الدولية والإقليمية على رأسها حرب غزة. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا خلال ساعات بطلب من الجزائر لمناقشة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية. أيرلندا ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في رام الله إلى سفارة، وسلوفينيا تعلن دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وزير العدل في جنوب إفريقيا: قرارات المحكمة الدولية واجبة الاحترام، ويجب معاقبة إسرائيل وعزلها بسبب انتهاكاتها في غزة. مصر تستضيف مؤتمراً للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو بهدف التوافق على سبل بناء السلام الشامل برؤية وطنية خالصة.